الإله الواحد أمين، تحل علينا نعمته وبركته من الآن وكل أوان وإلى ظهر الدور أمين. نتكلم شوية في موضوع كده مهم، كتير قوي مننا بيحتار فيه، كتير قوي مننا ممكن يسأل السؤال ده: إزاي أميز صوت ربنا أو أعرف صوت ربنا في حياتي؟ في ناس مهتمة ومحيرها السؤال ده، وممكن حد يكون مش فارقة معاه، وممكن برضو نتحير: هل هو بيكلمني؟ هل هو بيوجه لي كلام؟ يعني أنا شاعر إن أنا مهم ذو قيمة عشان ربنا بيوجه لي رسائل شخصية، ولا هي رسائل عامة ممكن حاجة ما توجهش ليا؟ هل هو بيكلمني أنا شخصيا كل يوم ولا مش بيوصل لي رسالة؟ مهم قوي الموضوع ده، إن أنا أعرف أميز صوت ربنا بين أصوات كتيرة قوي حواليا في العالم، الأصوات المش حقيقية اللي هي مزيفة، اللي تبان ان هي صوت ربنا لكن مش صوته، كتير قوي حوالينا. والشيطان ممكن يغير، يقول كده زي ما بيقول بولس الرسول: شكله الى شبه ملاك ايه؟ شبه ملاك نور، عشان يضلل الناس. هنقسمه جزئين الموضوع. اول حاجة هنتكلم فيها مين الاشخاص اللي لا يمكن يسمعوا صوت ربنا، مين الأشخاص اللي لا يمكن يسمعوا صوت ربنا حتى لو هو بيتكلم برضه هو رافض. أول نوع هو نوع بيحب الخطية، خاطي وبيحب الخطية، مصر عليها. ممكن واحد وقع في ضعف لكن أول ما يسمع صوت ربنا يرجع. زي مين؟ زي داود النبي. داود النبي وقع في ضعف في خطية، لكن ربنا بعت له صوت النبي واداله مثل وقال له: لو واحد عنده غنمة واحدة وجي واحد خدها يعمل فيها، قال له ده يقتل. قال له أنت الشخص ده؟ قال له أخطأت إلى الرب، خلاص أنا استجبت لصوتك يا رب وسمعته. لكن في حد تاني بقى ماسك في الخطية، والخطية هي رقم واحد عنده، يعني الأولوية مش لصوت ربنا، الأولوية للإيه؟ للخطية. أنت مش رقم واحد يا رب، انت مش رقم ايه؟ مش رقم واحد يا رب. في شهوة معطلة ومسيطرة على القلب متخليه مش سامع، رغم انه واقف يخبط. من ضمن الشخصيات ديت واحد اسمه عخان ابن ابن كرمي. هما كانوا داخلين على أريحة، ويقول كده الكتاب: وكانت أريحة مغلقة مقفلة بسبب بني إسرائيل، لا أحد يخرج ولا أحد يدخل. فقال الرب ليشوع: انظر، قد دفعت بيدك أريحة وملكها جبابرة البأس. خدوا بالكم، أريحة مدينة عظيمة جدا، مغلقة مقفولة، ليها سور عظيم، في جوه حتى لو اخترقت السور في جوه السور جبابرة البأس. طب هتجيب النصرة منين يا رب؟ هننتصر ازاي؟ تحب يا رب نجهز معدات؟ لا. تحب نجهز آلات؟ لا. تحب نجهز جيوش؟ لا. طب عايزنا نجهز ايه يا رب؟ جهزوا بس ودنكم، جهزوا ودنكم وقلبكم لسماع صوتي بس. النصرة تيجي كده بدون اي حاجة تانية. النصرة جهز ودنك وجهز جهز قلبك. عشان كده قال لهم: خليكم ماشيين ورا تابوت العهد، ماشيين ورا المسيح، خرافي تسمع صوتي وتتبعني. وقال لهم كده: المدينة كلها محرمة، ما تاخدوش اي حاجة ليكم، احترزوا من من الحرام. ده صوت ربنا بقى، ده الصوت اهو. لكن عخان كان بيحب بيحب الخطية، ماسك في الخطية، هو سامع الصوت لكن الأولوية عنده للشهوة اللي في قلبه، للخطية، هي رقم واحد مش صوت ربنا،
صوت ربنا واضح، احترز من الايه؟ من الحرام. في وسطك هيبقى ايه؟ هيبقى في حرام. نتيجة الخطية ديت هسيبكوا وهتخلى عنكوا في الحرب. هو ما سمعش. بعد كده راح عخان سرق ودفن الموضوع، دفن الحاجات اللي سرقها في الخيمة. جم بعد انتصارهم على الكلام ده، بعد انتصارهم على أريحة، جم يدخلوا عاي مدينة صغيرة. لا احنا مش محتاجين العدد ده، احنا اذا كان احنا غلبنا أريحة احنا هنخش ب3000 واحد. يتفاجئوا ان أريحة، ان عاي، كل الجيش اللي عند عاي ايه؟ يجري وراهم ويهزمهم. فيمزق، يقول كده، مزق يشوع ثيابه. ايه يا رب ده؟ ازاي يحصل كده؟ فقال له ربنا، قال له كده، لماذا انت ساقط على وجهك؟ في وسطك ايه؟ في وسطك حرام، في واحد خان خيانة. انا صوتي كان واضح لكن هو بيحب الخطية، فما سمعش الايه؟ ما سمعت للصوت. ساعات في شهوة في القلب تحرك القلب في عكس اتجاه صوت ربنا، تبقى رافضة ان هي تسمع الايه؟ الصوت، حتى لو سمعته واضح قدامها وكل اللي حواليها واضح ان ده صوت ربنا ليك، لكن انا رافض بسبب ايه؟ تعلقي بالايه؟ بالخطية، بشهوة معينة، بحب لحاجة معينة هتعطلني عن محبة ربنا. وفعلا ربنا عاقب بني اسرائيل بسبب عخان، وبعد كده عاقب عخان. يبقى اول نوع مش هيسمع صوت ربنا هو الايه؟ هو الايه؟ الخاطي، اللي بيحب الايه؟ اللي بيحب الخطية والمتمسك بيها. تاني نوع برضو يعطل صوت ربنا، ما يخلينيش اسمع صوت ربنا بوضوح، الشخص المتكبر. يعني ايه المتكبر؟ يعني اللي شايف نفسه وشايف في نفسه، شايف نفسه وشايف في نفسه حاجات كتيرة قوي، ما يسمعش اي صوت. هو متكبر، هو شايف نفسه افضل من الكل وفاهم عن الكل. تيجي اول ما تبدأ معاه، طب نبص على وصية ربنا، تعال نشوف الانجيل بيقول. لا ما سمعش الوصية ديت، مش للزمن ده. ونبتدي يخش في ايه؟ في تحليل للايه؟ عشان يهرب. تحليل للايه؟ للموضوع. لا الوصية كلمنيش، انا حافظ الوصية، تحب اقولها لك؟ انا حافظها. طب تعالى الكنيسة ونشوف ابونا، ابونا هيعرف اكتر مني. طب الاسقف سيدنا هيعرف. انا رأيي منين؟ من دماغي، محدش هيمشيني، انا رأيي من دماغي. عشان كده بيبقى صعب المتكبر ان هو يسمع صوت ربنا. ممكن يكون متكبر وفي عند، المتكبر هو بيبقى عنده نوع من العند. حد تاني كان عنده موضوع الكبرياء او الذات بتنقح عليه. وصارت كلمة الرب الى مين؟ ها؟ لا غير شاول، ها؟ يونان ابن امتاي، يقول له اذهب الى المدينة العظيمة نينوى. وصارت كلمة الرب الى يونان. طب ما كل يوم انا الجملة دي بتتقلي، وصارت، ده مش كل يوم بس، ده طول اليوم. وصارت كلمة الرب اليك في الموضوع ده، وصارت كلمة الرب اليك في الموقف الفلاني اللي انت هتعمله. عايز تسمع الكلمة دي ولا هتهرب زي يونان؟ يونان انا لا يمكن اروح، انا راجل يهودي، ايه اللي يخليني اروح لشعب زي شعب نينوى وبشره ولا اكرز له وفي الاخر ربنا يسامحه ويغفر له؟ وابتدى يهرب من ايه؟ من كلمة الرب، ما يسمعش الايه؟ ما يسمعش للصوت. ده تاني نوع. يبقى اول نوع هو الايه؟ خاطي، اللي ماسك في الخطية بيحبها، هي رقم واحد عنده، الأولوية للخطية مش للوصية. تاني نوع هو الشخص الايه؟ المتكبر. تالت نوع هو شخص بقى غير محايد. يعني ايه غير محايد؟ يعني ليه حسابات خاصة، ليه حسابات خاصة في قلبه، بيحسبها حساباته الشخصية وما يهم نفسه، ما يهم حياته وفكره، هو ليه حسابات خاصة، مش محايد،
برضه مش هيسمع أو مش هيقبل صوت ربنا. واحد زي بيلاطس البنطي ده بيكلم المسيح نفسه، ده المسيح نفسه بيقول له، قال له أنت ملك، قال له مملكتي ليست من هذا العالم، ويدخل ويخرج كذا مرة على المسيح وهو عارف إن هما أسلموا إيه؟ حسدا. لكن هو ليه حسابات إيه؟ ليه حسابات خاصة. يجي له صوت، وصارت كلمة الرب إلى بيلاطس من مين بقى؟ من زوجته، إياك وذاك البار. لكن ما سمعش للصوت، ليه حسابات خاصة. في حسابات عنده، هو غير محايد. لو هو محايد في الموقف ده، طيب أنا سمعت منه وحسيت ان هو لا، وهم اسلموا حسدا وجالي صوت يأكد الموضوع، لكن انا غير محايد. في مواقف كتيرة قوي بكون لي حسابات خاصة، ما كنش محايد فأقع في ايه؟ في الخطية وما اسمعش لصوت ربنا. عشان اسمع صوت ربنا اكون محايد، اطلع نفسي برا الموقف ده وقول كلمة ربنا بتقول ايه؟ رأي ربنا بعيد عن رأيي الشخصي، وبعيد عن حساباتي الخاصة، وبعيد عن تفسيري اللي أنا عايز أطوع الوصية عليه، بعيد عن كل الحاجات دي. رأي ربنا بيقول إيه؟ أكيد هو بيبعت لي إن هو يفضل يتكلم، وبيفضل يتكلم كل يوم، مش هيسيبني. أما إذا كان هو بعت لبيلاطس البنطي عشان ينبهه، يبعت ليهوذا وإيه؟ وينبهه كذا مرة، لكن إيه؟ خطيه بيحبها، او يكون غير محايد. زي واحد مثلا يجي مثلا عايز راي ربنا في موضوع هجره، مثلا عايز يسافر بره، فيجي يقعد، فمثلا ابونا يقول له مميزات الهجره 1 2 3، عيوب الهجره، فيحاول ايه؟ مش عايز يسمع الايه، مش عايز يسمع العيوب، مش عايز يسمع حاجه عن الموضوع ده. فممكن يجي واحد يقعد مع ابونا وابونا يقول له، يعني انا لو قلت لك ان السفر مش مناسب ليك انت هتوافق؟ لا، اصل انا طلعت، اصل انا بعت كل حاجه، وبعت الشقه، وبعت العربيه، ومعايا الايه، معايا الفيزا خلاص. طب هو انت كده محايد ان انت عايز تسمع صوت ربنا؟ لا، انت مش محايد، انت خلصت حساباتك الخاصه وجاي ايه؟ جاي بس كده تحصيل حاصل. فخليك محايد عشان تعرف تسمع صوت ربنا. رابع نوع، احنا قلنا اول نوع ايه؟ خاطي، بيحب الايه؟ الخطية. تاني شخص المتكبر. تالت شخص الغير ايه؟ غير محايد، ليه حسابات خاصة، ليه حساباته هو. رابع نوع وده مهم قوي، الشخص الغضوب. كل القرارات اللي انا باخدها وانا في غضب هي القرارات اللي بندم ايه؟ اللي بندم عليها. كل القرارات، هو قافل كل حاجة، ما بيسمعش غير ايه؟ صوت الايه؟ صوت الغضب اللي جواه. عشان كده اتقال كده، غضب في رسالة يعقوب، غضب الانسان لا يصنع برا، الله مش هيسمع صوته. عشان كده ليكن كل انسان مسرعا بقى في الايه؟ في الاستماع، عايز اسمع صوتك، مبطئا في التكلم، مبطئا في الايه؟ في الغضب. ادي لنفسك فرصه ان انت تسمع صوت ربنا، لكن في غضبك دايما الميه المعكره مش هتشوف ايه؟ مش هتشوف منها حاجه، لكن سيبها لحد ما تهدى خالص عشان تسمع صوت ربنا. اجل الغضب، اجل الرد بتاعك. ممكن حد يبلغني حاجه، واحده قالت عليا حاجه وانا في غضب، يروح متصل رافع التليفون كده وروح ايه؟ خبطها في غضبي. طب انت مش سامع صوت ربنا؟ طب ما تهدى، طب ما تدخل تصلي الاول لحد ما تهدى وتشوف تتصرف ازاي بحكمة مع شخص بدل ما تخسره. لكن سهل ان انت تخسر عشان سمعت، مجرد سمعت. طب ما يمكن اللي سمعته ده مش مظبوط. لكن في غضبي ممكن ايه؟ مين اللي حصل معاه كده؟ داود النبي. داود النبي كان في واحد اسمه نبال، كان عنده غنم وعنده ناس بيجزوا الغنم، وداود كان بعت ناس، هو احسن للناس بتوع
نبال فجاي عشان يرد، عايز يرد له الايه الخير ده. فبعت الناس اللي تبع داود لنبال عشان يكرمهم. نبال قال انا معرفش الناس ديت وطردهم. اول ما سمع داود كنت يقول فحمى غضب داود، او حمى الغضب ده بقى يخليه ايه، خليه مش في وعيه، ينسى الوصية وينسى صوت ربنا وينسى اي حاجة. يقول كده فحمى غضبه فجهز 400 واحد عشان يروحوا يعملوا ايه، وصل الموضوع لحرب لقتل، لولا ان ربنا انقذه وبعت له ابيجايل في الطريق وهدت الموضوع. فالغضوب صعب ان هو يسمع صوت ربنا. واحد تاني برضو في غضبه برضو ما سمعش صوت ربنا. مين اول واحد بقى خالص؟ قايين. قايين الغضب ابتدى والغيرة تشعل جوه قلبه ناحية اخوه. ازاي الذبيحة بتاعته تتقبل هو انا لا؟ فالموضوع ابتدى يسخن ايه، يسخن جواه. عشان كده المسيح لما قال قد قيل لكم من يقتل، لا ده انا اقول كل من ايه يغضب. لان القتل ده بيبدأ منين، او خطية ايه؟ الغضب من القلب. عالج الموضوع الاول من ايه، من القلب. لو من البداية مش هوصل لاي حاجة. وربنا بعت له صوت، ورغم كده قايين يعني ده هم أربعة بس اللي عايشين في الأرض، هو آدم وحواء وقايين وهابيل. معقول الصوت ده ما يكونش ليا؟ ده صوت بعت له صريح يا قايين، يقول له في خطية رابضة عند الإيه، عند الباب عندك، إليك إيه اشتياقها، أنت بتفكر فيها، سخنت وعمال تفكر فيها ليل ونهار، إزاي ينتقم من فلانة اللي بصت لي البصة المعينة في الكنيسة مثلا أو في الشارع، إزاي ينتقم من فلانة اللي اتكلمت عليا وقالت كذا حاجة وفضحتني، إزاي ينتقم من فلان، ويفضل الموضوع إزاي ينتقم، إزاي ينتقم. يقول له في قضية عند الباب إليك اشتياقها، لكن الحلو بقى إيه؟ إن أنت إيه؟ تقدر تسود عليها. أنا مش سايبك كده بدون إمكانيات، لا أنت تقدر تسود عليها، بس لما هتسمع إيه؟ هتسمع صوتي. رغم كده ما سمعش، اتكلم زي ما تتكلم، أنا إيه؟ أنا هقتله. اتكلم زي ما تتكلم، أنا إيه؟ أنا هقتله. رغم إن ده كان صوت واضح وصريح، بقول له أوعى تعمل كده، لكن مشي في الإيه؟ في الطريق بتاعه. الغضب لا يصنع بر الله. يبقى أول نوع هو خاطي، بيحب الخطية، متكبر، واحد غير محايد، ليه حساباته الخاصة، والشخص الايه؟ والشخص الغضوب. طب هل هو صوت ربنا صعب قوي ان انا اسمعه؟ عشان يولد جوايا الحيرة ديت، يعني ساعتها بقى محتار قوي، هو صوت ربنا صعب ان انا اسمعه؟ لا، انا اللي مش مدي الايه؟ انا اللي مش مدي الفرصة. دايما الله هو اللي بيسعى بالكلام الاول، هو اللي مبادر ومرافق ومحب. احفظوا الثلاث كلمات ديت، الله مبادر، هو اللي بيبدأ، هو اللي بيسعى، وهو اللي بيبدأ بالكلام، هنشوف ازاي في امثلة. وهو مش بس مبادر، ده مرافق ليا في كل موقف، في كل تفاصيل حياتي. بس انا اللي مش عايزة ابص له عشان ما اسمعش حاجة، مش ايه، مش على هوايا، مش على مزاجي، لا، ما انا ليا الحسابات بتاعتي، فمش عايز احاول ابص كده جنبي عشان اشوفه يقول لي، اقول له انت عايز تقول لي ايه يا رب؟ لا مش عايز، لان انا عارف وبيوصل لي الصوت. يبقى هو مبادر دايما ومحب ومرافق ليا في كل خطوه. هو بدا الكلام مع ادم، خلقه وحطه في الجنة وبقى في شركة معاه، وآدم ما كانش يعرف أي حاجة، هو اللي نداله، هو اللي عرفه بنفسه، هو اللي بدأ مع آدم. واحد تاني هو بدأ معاه برضو أبونا إبراهيم. أبونا إبراهيم ما كانش يعرف حاجة، إبراهيم قال له، وكلم الرب إبراهيم قال له اذهب من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك وأنا هكون ليك وأنا هعمل وأنا هعمل. وكل شوية نلاقي في سفر التكوين وكلم الله إبراهيم، مرة يقول له أنا ترسل لك، ومرة يقول له نسلك هيكون، كل شوية يكلمه
هو اللي بيبدأ عايز يكون في شركة بينه وبين الإنسان، لدرجة إنه هو قعد سمح إن إبراهيم يفاصل معاه في موضوع إيه؟ في موضوع سدوم وعمورة، يقول له هل أخفي على عبدي ما أنا فاعله؟ هو أنت محتاج يا رب؟ لا، ما هو في صداقة وفي شركة، أنا دايما ببدأ وبسعى، أنا عايز يكون في عشرة وصداقة بيني وبينك، أنت مهم أوي عندي، أنت قيمتك غالية أوي، إذا كان أنا اديتك جسدي ودمي مش هستخسر فيك صوتي؟ أنا اديتك إيه؟ جسدي ودمي ومت عشانك، يبقى صوتي هستخسره؟ ده أنا كل يوم هسمعك صوتي، بس المهم إن أنت إيه؟ من له أذنان بقى للسمع فإيه؟ فليسمع. ونلاقي إن هو اللي بدأ كمان مع قايين، وبدأ مع نوح، هو بدأ مع كله، بدأ مع التلاميذ، هو اللي اختارهم، يقول لهم أما أنا اخترتكم ولا أنتوا اللي اخترتوني؟ أنا اللي إيه؟ أنا اللي بديت، أنا اللي اخترتكم. نلاقيه بدأ مع شاول الترسوسي وظهر له وكلمه. والجميل في بولس الرسول بقى يقول كده إيه؟ لم أكن معاندا للرؤية السماوية، لم أكن إيه؟ معاندا للرؤية السماوية. قلت له على طول ماذا تريد يا رب أن إيه؟ أن أفعل. خلاص الموضوع انتهى. ماذا تريد يا رب أن أفعل؟ خلاص بقى تحت قيادة ربنا، سلم له تحت قيادة رب. أنت عايز إيه؟ رغم أنه كان في قمة الغيرة وفي قمة الغضب أنه هو يضطهد الكنيسة، إزاي يتنازل عن العوائد بتاعته وفهمه وثقافته وكل الحاجات دي؟ لا، لم أكن معاندا للرؤية السماوية. عشان كده قال ده هيكون إناء لي مختار، ده إناء لي، لأنه إيه؟ سهل أنه يسمع صوتي، أول ما يسمع صوتي هيبقى في استجابة على طول. يبقى قلنا أول حاجة خدنا أنواع الناس اللي مش هيسمعوا صوت ربنا أو هيرفضوا صوت ربنا، قلنا الخاطي اللي ماسك في الخطية، قلنا المتكبر، قلنا الغضوب، قلنا الغير محايد أو اللي هو ليه حسابات الخاصة، وبعد كده قلنا أن الله هو دايما اللي بيسعى وبيبدأ بالحديث مع كل واحد فينا، كل واحد فينا. إزاي بقى أعرف صوته؟ إزاي أعرف صوته؟ أول حاجة أعرف بيها صوت ربنا هي في وصيته. هي في إيه؟ وصيته. طب هل أنا عارف وصيته؟ أنا عارفها؟ إزاي أعرفها؟ ها؟ إزاي أعرف الوصية؟ الوصية فين؟ الوصية في الكتاب المقدس اللي هو مقفول ده، اللي أنا ممكن أكون مش عارف مكانه، أو اللي عليه تراب، أو اللي ممكن أقعد أدور عليه، أو ممكن وأنا بوضب وبنظف في العيد هلاقيه. هو ده الإيه؟ هو ده اللي فيه الوصية، بس أنا مش بإيه؟ مش بفتحه. لا، ممكن أكون عارف مواعيد حاجات كتيرة قوي، لكن وصية ربنا دايما أنا قافلها، عشان كده مش عارف أسمع صوته. أنا فاكر صوته هيجي لي، بيجي في حاجات كده تانية كتير، لكن من أهم الحاجات اللي هسمع فيها صوته هي إيه؟ هي وصيته. لو واحد تخيل واحد نزل في بلد جديد، واحد متغرب في بلد جديد، إيه اللي يحتاجه في البلد دي؟ يحتاج إيه؟ يحتاج خريطة أو مرشد أو جي بي إس عشان يوصل، أو أي حاجة عشان من خلالها يوصل. طب أنا عايز أوصل السماء، أمشي إزاي؟ إلا هيعرفني الطريق. عشان كده داود النبي قال له غريب أنا في الأرض، لا تخفي إيه عني وصايا. كان شاعر بالغربة، ما عرفش الطريق، فأنت مشيني، أنت اللي وجهني، ابعت لي صوتك وإيه وارشدني. فيقول لي في إيه؟ صوتي هتسمعه في إيه؟ في وصيتي. يعني لما تسمع الوصية في موقف بيقول لك فيه لا يغلبنك الشر، بل اغلب الشر بالإيه؟ بالخير. أو مثلا لا تقاوموا الشر، ما ده صوته أنا بعرفه في الموقف. أو مثلا أما أنتم فهيكل الله وروح الله إيه؟ ده بيقول لي، بيسمعني صوته يقول لي أنت هيكل الله،
اوعى تنزل لمستوى ان انت ترد وعايز تاخد حقك بنفس الطريقة وعايز تنتقم، ده انت في مكانة تانية، مكانة ايه؟ ان انت هيكل الله. او مثلا الوصية اللي بتقول لا تنظروا كل واحد الى ما هو لنفسه، بل هو كل واحد الى ما ايه؟ ما لآخرين. ده كتير قوي في الزمن ده، في الوقت ده، ببص لايه؟ لنفسي في الموقف، ما ببصش على اخويا ولا على اختي ولا على جاري، ما يهمنيش، نفسي وارتياحي ومشيئتي وارادتي وكل حاجة، انا باصص على نفسي انا بس، مش باصص على اللي قدامي. لا، لكن الوصية تقول لي ايه؟ لا ينظر كل واحد الى ما هو لنفسه، بل الى ما هو ايه؟ لا، فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع. دي الوصية، فصوت ربنا واضح في ايه؟ في وصيته. يبقى الكلمة كلمة تخلي الواحد يتغير. قصة عن واحدة كانت بتكره حماتها قوي، وراحت لابونا عشان تقول له اعمل ايه، انا بكره مش قادرة اشوفها. فابونا قال لها تدريب كده غريب قوي، قال لها ايه؟ قال لها عارفة الموعظة عن الجبل متى 5 و6 و7؟ قالت له قال لها اكتبيها 3 مرات. يا ابونا انا عايزة حل. قال لها بس اكتبي الموعظة عن الجبل. فهي كانت امينة في التدريب ده، ففضلت تكتب الموعظة عن جبل مرة الأولى مرة الثانية. كلام ابتدى إيه وهي بتكتبه وهي بتقراه يلمس إيه؟ يلمس القلب. رجعت لما تقول له أنا اتغيرت، الكراهية والحاجات اللي كانت جوايا خلاص راحت. فكلمة ربنا إيه؟ كلمة ربنا بتغير، حية وفعالة. بس أنا مش مديها إيه؟ مساحة في حياتي. لا، أنا ممكن أكون مدي مساحة للتلفزيون في حياتي، للموبايل، كثرة الجروبات اللي أنا داخل عليها وعمال أرد وأبعت في صور ونبعت في آيات، حلو كل الكلام ده، لكن القعدة مع الإنجيل هي دي رقم واحد. تقول أصل أنا بيبعت لي على النت أو بيبعت لي على جروب أنا داخل فيه آية بقراها أو 5 6 آيات، كل الكلام ده جميل، لكن القعدة على الإنجيل إن أنا أفتح وأقول له يا رب تكلم، فإن عبدك إيه؟ تكلم ان عبدك سامع، قاعدة كده بعيد عن الموبايل، بعيد عن التلفزيون، بعيد عن اي حاجة. ده احنا بنقوله في القداس الغروري كده ايه؟ اكتب اعمالي تبعا لايه؟ لاقوالك. انا هكتب اعمالي ديت تبعا لاقوالك، اشوف اقوالك بتقول الاول، وهيبقى نتيجتها او الترجمة بتاعتها ايه؟ العمل بتاعي هو ده اللي هيكون. اكتب اعمالي تبعا لايه؟ لاقوالك. يبقى اول حاجة هسمع صوت ربنا هي الوصية. تاني حاجة هسمع فيها صوت ربنا هي العشرة معاه. مهم قوي القعدة مع ربنا. هل ندي مساحة في حياتي للقعدة مع المسيح، ولا في قعدات كتيرة بتسرق مني صوت ربنا؟ لا يمكن اسمع صوت ربنا على الطياري كده، لا، في عشرة، في قعدة معاه. مهم قوي ان انا راجع الاتصال اللي بيني وبين ربنا. ساعات احنا نكلم حد لاقي الشبكة ايه؟ مش مجمعة، يقول لك انت واقف في حتة ما فيهاش ايه؟ ما فيهاش شبكة. شطرتي ان انا اقف في حتة بقى، اقعد في حتة فيها شبكة توصل بيني وبين المسيح. المخدع ده الشبكة بتاعته قوية جدا، المسبح شبكة قوية جدا. اوعى تقف في حتة مش فيها شبكة، اوعى تقعد مع حد معاه جهاز تشويش يشوش على ايه؟ ساعات في اجهزة كده تعمل ايه؟ تشوش على الصوت. اوعى تقعد مع حد معاه جهاز تشويش. يعني ايه جهاز تشويش؟ يعني يتكلم في اي موضوع ويقودنا لاي خطية، تلاقي نفسك انفصلت على ايه؟ عن صوت ربنا. ده انت جريته واتكلمت معاه، وقعدات في التليفون، وقعدات اخش عند جارتي ديت وعند جارتي ديت ونفتح مواضيع ونتكلم في مواضيع، لقي 3 4 5 ساعات عدت. طب فين صوت ربنا اللي عايز اسمعه؟ فين الوصية؟ فين العشرة اللي معاه؟ فمهم قوي انت ايه؟ ان يكون في عشرة، وراجع العشرة والعلاقة اللي بيني وبينه. يبقى اول حاجة قلنا هسمع صوته في وصيته، هسمع صوته في الايه؟ في القعدة اللي بيني وبينه.
القعدة ديت هتعرفني مشيئته. كان التلاميذ في مرة المسيح معاهم كان لسه في البداية، مش فيش عشرة كتيرة قوي بقى معاه. فالمسيح نام في السفينة تحت، أول ما جت ريح حصل إيه؟ خافوا واضطربوا، فقدوا أي حاجة. ساعات إحنا بيحصل معنا كده، لكن صوت ربنا لو أنت في عشرة، لا أنا عارف إن ربنا عارف إنه إيه، إنه مش هيسيبني، أنا واثق في عشرة. أنا بتكلم كلام إيه؟ مش كده كلام أنا سمعه ولا سمعته في التلفزيون، لا ده أنا كلام اختبرته. كلام إيه؟ كلام اختبرته. فجريوا التلاميذ عليه قالوا له إيه؟ ما بالك نائما، أما يهمك إن أنا أهلك؟ لو أنا مش عارفه هقول له إيه؟ هقول له أنت نايم، أما يهمك إن إحنا نهلك؟ أنت مش سائل فيا يا رب، أنت مش سائل فيا ولا في خلاصي، أنت مش عارف أنا حالتي وصلت لحد فين، أنت مش عارف، أنت سايبني مش داري بيا، نسيني. وأفضل أخبط في كلام صعب قوي، لكن لو أنا في عشرة لا أنا واثق، زي ما بولس الرسول بيقول كده، القادر أن يفعل فوق كل شيء أكثر جدا مما نطلب أو إيه أو نفتكر. طب عرفت منين؟ لا ما أنا اختبرت، ده هيخلصني لملكوته. بولس الرسول بيقول كده، ده أنقذني من حاجات كتيرة قوي. يبقى اللي أنقذني من حاجات كتيرة قوي وسمعت صوته في حاجات كتيرة قوي واختبرت إيده مش هيسيبني. برضو موقف تاني مع يوحنا مع المسيح لما رفضوا يدخلوا السامرة، قال له إيه يوحنا؟ نزل إيه؟ نزل نار من السماء. أنت مش عارف صوت ربنا، مش عارف مشيئته. قال له لستما تعلما تعلما من أي روح أنتما؟ لا. فلما دخل في العشرة بقى مع المسيح وقعد يتكئ على صدر المسيح كتير، بقى رسول الإيه؟ رسول المحبة. اتحول ليه؟ من الاتكاء على صدر المسيح. كل يوم في قعدة بيعرف فيها مشيئته، يعرف فيها إرادته، يعرف فيها رأيه في الموضوع ده، فبقى رسول المحبة. يبقى مهم قوي موضوع الايه، موضوع العشره. كان مره يوحنا كان المسيح بعد القيامه ظهر لهم على بحر طبريه، وكانوا في الميه في سفينه بيصطادوا. فاول ما ظهر ليهم ابتدى يتكلم وقال لهم عندكم حاجه تتاكل؟ فيوحنا راح صرخ وقال ايه؟ هو ايه؟ هو الرب، انا عارفه، انا في عشره معاه، اختبرته، هو ده صوت ربنا، ده صوته، أنا كنت بتكئ على صدره وحافظ الصوت بتاعه. برضه أنا كده في كل موقف أقول له يا رب هو الرب، لا أنا همشي ورا الصوت ده، لأن ده صوت إيه؟ ده صوت حبيبي اللي أنا فيه عشرة معاه وبتكلم معاه. واخد على إيه؟ واخد على الصوت ده. لو أنتوا في حد لسه بيتعرف على حد جديد في التليفون، أو حد اتعرف على حد في الاجتماع هنا وخدتوا نمر بعض، واول ما روحنا ابتدى نتكلم، اول مكالمه هاي مش هبقى عارف مين اللي بيتكلم، لسه الصوت ايه مش واضح. طب لو كلمنا مكالمه وبعد شهرين بقى في مكالمه تانية، ها انا فاكر الصوت ده بس مش قادر انطق الايه الاسم، بس الصوت ده انا سمعته قبل كده. لكن لو المكالمه دي كل يوم، ده من اول ما اقول اول حرف هعرف الشخص اللي ايه اللي بيكلمني. في عشرة خلاص اتعودت على ايه؟ اتعودت على سماع ايه؟ اتعودت على سماع صوته. يبقى دي تاني حاجة، الاول حاجة الوصية، تاني حاجة القعدة معاه، تالت حاجة الهدوء. يعني ايه الهدوء؟ يعني ادي الوقت، ادي نفسي وقت ان اكون فيه في حالة ايه؟ في حالة هدوء، مش في حالة الضجيج اللي ايه اللي في العالم، عمال في مشغولية ومتوتر وقلقان واطلع من موقف لموقف لموقف، مش دريان بأي حاجة، ففقد الايه؟ فقد الهدوء بتاعي. الهدوء ده مش هسمع صوت ربنا إلا في الهدوء، إلا في الخلوة. يبقى ليا وقت كده، كلنا عندنا وقت، صح ولا لأ؟ كلنا عندنا وقت، فلازم يبقى في خلوة وفي ايه؟ في هدوء. هتسمع صوت ربنا في الايه؟ في الهدوء. حد سمع صوت ربنا في الهدوء في الكتاب المقدس؟ شخصية قوية بس جه عليها ضعف وخاف، إيليا. إيليا، برافو عليكم. إيليا النبي الناري وقع في ضعف ان هو خاف من ايه؟ من إيزابل، وهرب. بس اول ما هرب راح على جبل اسمه جبل ايه؟ حوريب.
هو عارف ان المنطقة ديت من ايام موسى ودي منطقة ربنا. ما انا لما يحصل اي ضعف فيا اجري على منطقة ربنا بقى، منطقة اللي هقابله فيها الجبل بتاعي، سواء في المخدع سواء في القداس، دي المنطقة بتاعت ربنا بقى عشان اسمع صوته. فيقول له كده الحتة دي في ملوك 19، ملوك الاول 19، يقول له كده: وكان كلام الرب إليه يقول: ما لك ها هنا يا إيليا؟ فقال: قد غيرت غيرة لرب إله الجنود. فقال له بعد كده، فقال: اخرج وقف على الجبل أمام الرب، وإذا بالرب عابر ورياح عظيمة وشديدة قد شقت الجبل وكسرت الصخور أمام الرب، ولم يكن الرب في الإيه؟ في الريح، مش في الريح القوية ديت ربنا. طب بعد كده، وبعد الريح في جت إيه؟ زلزلة، ولم يكن الرب في الإيه؟ في الزلزلة. وبعد الزلزلة نار، يعني ريح، زلزلة نار، ولم يكن الرب في الإيه؟ في النار. وبعد النار بقى صوت إيه؟ منخفض خفيف. هسمع صوت ربنا في الإيه؟ في الهدوء، مش في الضجيج ولا في الريح ولا في الزلزلة ولا في النار. صوت منخفض خفيف يقول لي إيه؟ ما لك هنا يا إيليا؟ ودى قوة لإيليا وقال له: ما تخافش، انت شاهد ليا وفي 7000 ركبة شاهدين ليا، انت مش لوحدك، انا مش سايبك. بس هسمع ربنا في الوقت الهادي، الخلوة اللي انا متعود اقعد فيها مع ربنا. يبقى مهم قوي ان هميز صوت ربنا في الهدوء، في الوصية، وفي العشرة معاه. ربنا يدينا دايما كده ان احنا نكون لينا اذن، هو واقف على الباب واقرع، ان فتح ايه احد أدخل أتعشى معه وهو إيه؟ وهو معي. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين. تفضلوا نصلي.